هو انت مين؟ ده مالك ابني يا حاج، وكمان خلفت من غير ما تقول يا واطي؟ ايه بقى خافوا من ابن تفيد؟ تنسوش اللايك والشير، ولو انتوا على اليوتيوب فعلوا الجرس، ولو في حاجة مش عاجبكم في الفيديو اكتبوها في التعليقات تحت وانا اقول للبابا. يا ابني ايه ده انت وهو شوية؟ احنا بنلعب يا بابا. اسمعوا الكلام، انا على ايام ابويا كان بيقول لي الكلمة بتتسمع من مرة واحدة. ايه يا بابا، هو ما كانش بيضربك؟ لا طبعا، عمره ما مد ايده عليا، لاني كنت بفهمهم الاشارة. روح افتح الباب. وكنا متفاهمين مع بعض، ولعلمكم انا كنت ذكي جدا وانا صغير، لدرجه ان ابويا كان بياخد رايي في كل حاجه. ما تعمل زي جدا ما تضربناش. انتم فاشلين، انا ابويا ما كانش بيضربني عشان ما كنتش بضايقه، وعمري في حياتي ما خفت منه في يوم من الايام، لانه ولا شتمني ولا ضربني، ما كنتش بديله فرصه على كده. ما بتجيش ليه يا واطي؟ جدو. ازيك يا حاج؟ ما بتجيش ليه يا فاشل؟ مشاغل يا حاج. وبعدين ايه فاشل دي؟ انت نسيت؟ لا ما نسيتش يا حاج، ما نسيتش. اقعد يا حاج، اقعد. ايه فاشل ده يا جد؟ ده اسمه اللي على طول بنادي بيه. لا يا حاج، هو كده جدكم طول عمره بيحب يهزر معايا. انت تعرف ان ابوك عمره ما راح مشوار غير لما وقع فلوس وبتضربه؟ ده انا كنت بنفخ. ايه يا حاج، ايه العيال فعلا كنت بتاخد راي بابا في كل حاجه؟ راي مين؟ ابوك ده. تشرب ايه؟ شوف يالا جدو، اشرب ايه يالا. هو انت بتقطعني ليه؟ خد راحتك يا حاج، خد راحتك. هو انت مين؟ ده مالك ابني يا حاج، وكمان خلفت من غير ما تقول يا واطي؟ يا حاج ما انت حضرت السبوع بتاعه، انا متجوز بقى 10 سنين. وكمان اتجوزت؟ امال خلفت ازاي يعني؟ انت خدت الدواء يا حاج؟ انا لسه بصحتي. هو جدو تعبان يا بابا؟ لا بس بينسى شوية. اهو الشاي جه. ما شاء الله بنتك كبرت. بنتي؟ اللي هو ازاي يعني؟ هو انتوا جبتوا خدامة؟ لا يا جدو دي ماما. ماما؟ هو انت مين؟ انا زياد يا جدو. زياد، ازيك يا زياد؟ الحمد لله. هو انت مين؟ انا اياد. ازيك يا اياد، عامل ايه؟ بقول لك ايه؟ بص التليفون ده ما بقاش يشغل راديو. راديو؟ راديو، وحاسس بالوحده. طب ما تتفرج على اليوتيوب يا جدو. ايه اليوتيوب ده؟ هو شبه التلفزيون كده بس في التليفون. شغاله؟ شغل ايه ده، مش هشغله. ليه؟ ده اصلي، ده انا من ساعه ما جه ما شحنتوش غير مرتين. ده يا جدو مش موضوع اصلي. يمكن عايز اريال. اريال ايه يا جدو؟ ده مش هيشغل اليوتيوب. ليه كده؟ ده هو اللي بيشغله. ايه ده؟ ده بقى هتلاقي عليه اي حاجه. اي حاجه؟ ايوه. طب ما تشغل لي سيد متقال. مش وقت يا حاج. قال لي قول لي امي ما جاتش ليه. امك مين؟ امي يا حاج، امي. هو انا اتجوزت؟ امال انتوا لاقيني في الشارع؟ انا ابنك يا حاج. ابن حبيبي، عامل ايه يا واطي؟ ما بتجيش ليه يا رجب؟ رجب مشيها رجب، مشيها رجب. امك على القهوه. قهوه؟ تسمع ماتش. ماتش؟ انت شكلك ما خدتش العلاج. سيبك من الكلام ده، انا عايزك في موضوع مهم. خير؟ الواد ساري ابن تفيدة، ما انت عارفه. لا ما عرفوش. عايزك تشوف حد يطلعه من التخشيبه. ايه التخشيبه دي؟ ده زي الاسم كده. لا يا حاج ما عرفش للاسف حد في التخشيبه. ما تبقاش واطي، ساري ابن تفيدة ده بطل، لو عرفت اللي عمله هتساعده. هو عمل ايه ابن تفيدة؟ ضرب واحد من الانجليز. الانجليز؟ والغره شغاله ضرب انجليزي كسر ايده. طب انت ما حضرتش الانجليز، ايه اللي وصلك لهناك كده؟ هو على العموم الانجليز خرج يا حاج. خرجوا؟ ايه بقى خافوا من ابن تفيدة؟ هم خافوا من ابن تفيدة. المهم انت عامل ايه؟ انا كويس. وانتوا مين؟ في ايه يا حاج؟ انت عايزين تسرقوني؟ انا عارف بتوع الانجليزي.